رفع كفاءة وجود المرأة الليبية العاملة والدارسة وتعيية العلمية للإسهام في تنمية المرأة وحقها على العطاء المتميز للمرأة. تشجيع المرأة ودعمها للاستفادة من قدرات. تفضل أستاذة عبد الرحمن. تفضل أستاذة أسماء. المحور الأول للندوة هو تعريف الطلاق وأسباب الطلاق وأركان الطلاق ومراحله. إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام وعقد الزواج في الشريعة الإسلامية عقد أبدي. طبعا احنا كمكاتب دعم وتمكين مرأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكاتب التابعة لها في الجامعات الليبية والأكاديمية وفروعها نشتغل على العديد من المواضيع والملفات التي تخص المرأة الليبية، من ضمنها موضوع الزواج والطلاق والإيجابيات والسلبيات في منحة الزواج. نتمنى التوفيق لكل السادة الحضور والدكاترة والأساتذة الذين اليوم يقدمون ورقات بحثية بهذا الخصوص في الندوة العلمية، ونتمنى من أن تخلص الندوة العلمية إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تفيد السيدات المتزوجات والمطلقات في هذا الموضوع. تقدم الشكر والتقدير للسيد الكاتب العام في 2020، ثم تم تكليفي بمهام مدير مكتب دعم المرأة انطلاقا من دور المرأة في المجتمع وتطوره، ونظر لما تميز به المرأة المسلمة في التكليف في كتاب الله عز وجل. من خلال دور الجامع الريادي العلمي والاجتماعي والثقافي، من ضمن نشاطاته هو إجراء العديد من النشاطات العلمية والندوات العلمية والمؤتمرات، فمن ضمن هذه النشاطات هي ندوة علمية بعنوان الطلاق الواقع والحلول. أستاذة أسماء خليل النعمي هي عضوة هيئة التدريس بجامعة نور إبراهيم، أخذت منكم ميثاقا غليظا، إلا أن تنافر القلوب التي مدير مكتب دعم وتمكين المرأة في وزارة التعليم شين أصدر من السيد رئيس جامعة ليبيا المفتوحة. اليوم هذه الندوة تتبع مكتب دعم وتمكين المرأة اللي هي تتحدث عن بالدرجة الأولى عن الطلاق، أسبابه، إيجابياته، سلبياته، ومنحة الزواج بين هذه الإيجابيات وبين هذه السلبيات. طبعا أنا في المحور اللي خديته تطرقت بشكل عام إلى هو النظرة الاجتماعية للمرأة المطلقة، كيف ينظر المجتمع، هو يتناول في الأنثروبولوجيا الاجتماعية تتحدث عن ثقافة الشعوب، كيف ينظر، هي مجموعة النظرة الذهنية التي ينبغي يعني احنا نتجاوز النظرة النمطية للمرأة اللي هي الموجودة في المخيلة الاجتماعية مع اقتران صفة المرأة المطلقة بالعديد من وكأنها احد الموبقات الاجتماعية. طبعا انه في هذه الورقه حاولنا ان نلفت مؤسسات التعليم العالي بشكل عام الى اقامه الندوات والورش التعليميه الخاصه بتدريب المراه على مثلا هذه كيف تتجاوز محنه الطلاق وكيف يمكن ان نقضي على العديد من السلبيات التي تكتنف الخصوصيه الثقافيه اللي موجوده في مجتمعنا رغم العولمه ورغم عصر المعلوماتيه، فما زلنا للاسف الشديد نعاني من هذه النظرة السلبية. الجامعة والسعي إلى أعلى تكريم القيادات المتميزة. عن السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور قاسم محمد شلوف.